جديد وحلقة جديدة تجمعنا بكم يا أهل المدينة. إن شاء الله دائما تكونوا بخير وصحة وسلامة. نبدي وياكم حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. صباح الخير متابعي قناة الشرقية، حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، مواضيع وتقارير تهم أهل المدينة، لكن بعد الفاصل. أول شيء نبدأ به برنامجنا هي الصحافة، واليوم عندنا موضوعات. الموضوع الأول موجود أو الخبر الأول موجود بجريدة الدستور، إلغاء الكفيل لمنح قروض الأرامل. طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة من وزارة الإعمار بإلغاء الكفيل لمنح القروض للأرامل في بغداد والمحافظات، لأن مبلغ القروض للأرملة بالمحافظات 30 مليون دينار يتم إيفاها على مدى 25 عام، وبغداد القرض الممنوح للأرملة يبلغ 35 مليون دينار يتم إيفاها على مدى 50 عام على شرط أن تملك الأرملة قطعة أرض. طبعا موضوع جيد، يعني اتمنى ان يتم الغاء الكفيل، لان هذه القروض راح تخلي الأرملة تعيش حياة كريمة بعد ما ان تفتح لها فد مشروع بسيط يعيشها هي واطفالها حياة كريمة بدون ما تحتاج اي احد. اكيد ننتقل للخبر الثاني من صحيفة الزمان، صرف رواتب المختارين باثر رجعي ضمن الموازنة المقبلة. كشف النائب عن الكتلة المواطنة النيابية عبد الحسين عبطان عن المباشرة بصرف رواتب المختارين بأثر رجعي ضمن الموازنة المقبلة، وذكر في تصريح أمس أن الموازنة التي سيقرها البرلمان يوم الثلاثاء المقبل ستتضمن صرف رواتب المختارين في جميع المحافظات وبأثر رجعي من تاريخ إقرار القانون في مجلس النواب في الأول من آب العام 2011 الذي ينظم عمل المختارين. طبعا هذا القانون او القرار اللي في سنه 2011 من اب، يعني كان به هو لصرف رواتب كل المختارين بجميع المحافظات من الشمال الى الجنوب، وان شاء الله يصرفوا لهم اياه باقرب وقت ممكن ان شاء الله. في جريده الزمان، انهيار منزل يصيب امراه وطفلها في الشوملي. أصيبت امرأة وطفلها بسبب انهيار منزلها في إحدى قرى الشوملي جنوب الحلة جراء الأمطار اللي تعرضت لها المحافظة. المنزل يقع مثل ما قلنا بإحدى المناطق النائية لناحية الشوملي. تم نقل المرأة وطفلها إلى المستشفى، والآن هم بحالة مستقرة الحمد لله والشكر، يعني أنه وضعهم مستقر الحمد لله. ننتقل لصحيفة الدستور والخبر الأخير، بدأ العطلة الربيعية للمدارس والدوام في شباط الجاري. بدأت العطلة الربيعية للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بعد امتحانات نصف السنة الدراسية التي استمرت 10 أيام. وقال مصدر في وزارة التربية أن الدوام الرسمي للمدارس سيبدأ في 17 من الشهر الجاري ليواصل المدرسون والمعلمون إكمال المناهج الدراسية في الفصل الثاني. احنا نقول لهم عطلة سعيدة إن شاء الله يتونسون بها، وإن شاء الله يحققون النجاح امتحان نص السنة وتكون درجاتكم عالية حتى العطلة تكون كلش حلوة لكم، يعني إن شاء الله. بس نرجع إلى المواضيع اللي عندنا اليوم، عندنا أيضا موضوعات محضريها لكم، لكن خلوا نروح نشوف شنو أخبار الطقس ونرجع لكم مرة ثانية.
شفنا لكم فاصل توقعات الطقس ووصلت لنا رسالة على موقع أهل المدينة على الفيسبوك اللي هي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية حب وتقدير إلى كادر أهل المدينة، نداء 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 وعاجل إلى أسرة برنامج أهل المدينة، نحن موظفون وعمال وعقود الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، نناشد قناتكم المؤقرة الشرقية وأسرة برنامج أهل المدينة بتسليط الضوء على معاناتنا وغبن الحقوق للموظفين كافة، حيث أننا نعمل في معامل الشالتشية بدائرة الهندسية الآلية الكهربائية الكائنة في منطقة الشالتشية قرب شركة التمور العراقية. المعامل تفتقر إلى أبسط الخدمات، خدمات السلامة المهنية، كما أننا نقوم بإصلاح محركات القطار العملاقة التي توزن بأطنان، ومع كل هذه الأمور الصعبة للعمل تم إلغاء حوافز ومخصصات الخطورة للموظفين في المعامل بحجة أن الشركة الخدمية والاستهلاكية لا يوجد دعما ماديا كبيرا لها. وفي يوم الخميس المصادف 31/1 من عام 2013 قطعت يد اليمنى لموظف في المعامل أثناء العمل وهو شاب بمقتبل العمر، وعليه نحن موظفون وفنيون وعمال الشركة الهندسية الآلية الكهربائية معامل الشالتشية خرجنا معتصمين مضربين عن العمل، معتصمين حاملين مطالبنا والتي هي أولا إرجاع مخصصات يعني الخطورة. يعني هم عندهم مطالب، عندهم مطالب يعني طلعوا معتصمين لأجل المطالب يعني. طيب خلي نتصل بمسؤول الإعلام في وزارة النقل، ينضم لنا السيد كريم نوري. رحب بك في برنامج أهل المدينة. تحية لكم ولمشاهدي الشرقية في برنامج أهل المدينة. أهلا ومرحبا بك. مثل ما سمعت أنه موظفي وأصحاب العقود وأيضا عمال سكك الحديد عندهم مطالب وهم اعتصموا، فواحدة من هذه المطالب وأهم شيء هي أنه يتم إرجاع الحوافز وأيضا احتساب الخطورة، فشون ردك على هذه المطالب؟ بدايةً أنا أشكر قناتكم الموقرة على نقل معاناة الموظفين وغيرهم، وبدايةً لا يمكن يعني من مثلي أن يبدأ بالتدريب أو النفي، لا القضية خاطئة لأن نصغي إلى الآخرين كما أنتم تسمعون الآخرين بصراحة. وأنا أقول لكم موقع المسؤولي باعتباري مستشاراً لوزير النقل وناطقاً باسم وزارة النقل، نحن الآن نصغي إلى الجميع و بالتأكيد أعترف أن هناك قصور أو تقصير هنا أو هناك، ولكن في نفس الوقت يبدو أن هناك البعض ربما لديه تظلم أو مشكلة. أنا من خلال قناتكم سأذهب بنفسي وأصطحب معي الأخ ميناس أو الأخ عمر مراسلكم في بغداد، ونذهب حتى نصور معاناة الأخوة في معامل الشاكية، ويعني إن شاء الله على وعد وعهد أنني سأنقل كل معاناتهم إلى معالي وزير النقل. نحن لا نقبل بصراحة أن يظلم الآخرون سواء في شركة السكك الحديد أو غيرها، لذلك أنا أصغي إلى ما قاله الأخ في رسالته إليكم، وإن شاء الله أعدكم خيرا بأن سأذهب بنفسي وأتابع هل يحتاجون خطورة، هل هناك مثل بعض المخصصات تم يعني ربما التقصير او القصور فيها، لذلك انا ساذهب واتفق ان شاء الله مع الاخوه سواء اي مراسل عندكم في بغداد سواء اخ ميناس او الاخ عمر سنذهب. مع ذلك اقول لكم بصراحه اننا سنتابع اوضاع الاخوه، وخاصه كما تعلمون نحن الان في بدايه جديده والى الان لم تقر الميزانيه. بعد اقرار الموازنه من قبل مجلس النواب إن شاء الله أتابع هذا الأمر، أنا شخصيا سأتابع هذا الأمر ومن خلال قناتكم أيضا، وأنقل كل ما يعانونه إلى معالي وزير النقل، لأننا لا نستطيع أن نكابر أو نغمض أعيننا عن الواقع. نعم نشعر أن هناك قصورا أو تقصيرا، ونحن ما زلنا مدينين لهؤلاء المواطنون الذين ربما يجدون من خلال الشرقية ومن غيرها هذه السلطة الرادعة من أجل نقل صوتهم، ولكن ما أحب التذكير به هو بعض يعني الاعتراضات الخاطئة، يعني كما يحاول بعض تنظيم مسيرات داخل الشركة أو مظاهرات احتجاجية، هذا قضية غير مقبولة لأننا بس هو من حقهم هم يعني حكومية. نعم هم هم من حقهم يعني يحسون إنه أكو غبن وأكو ظلم يعني، فأبسط شيء يسووا وهذا الشيء يعني كيف لنا يا دستور إنه نعتصم ونطالب بحقوقنا.
فهم ما غلطوا. لا اقول لا لا، لو 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 تم مثلا خيار اخر، انا لا اقول بالعكس، هذا خيار جيد. عندما ينقلون صوتهم اليكم نحن نستمع الى الشرقيه وغيرها، لذلك انا اشكركم ايضا على نقل معاناه المواطنين والموظفين. حقيقه انا قلت لكم لا نكافر او ربما نستبعد ارائهم او نكذب لا سمح الله، ويقولون نعم يعانون وانا معهم، ساذهب بنفسي الى معامل شاشيه وهذا وعد مني طبعا، وان شاء الله حتى اذا تم تصوير معاناتهم وساجعلهم يتكلمون بحريتهم حتى ينقل من خلال قناتكم. اضافه الى يعني مخصصات الخطوره والحوافز، يريدون ضمان اجتماعي العمال هناك والموظفين، وايضا يريدون تثبيت المنتسبين اللي على العقود، لان تعرف رواتبهم 200,000 دينار، والوضع اللي نعيشه احنا كلش صعب وغاليه الدنيا، فهذا المبلغ ما يكفيهم وكلهم اصحاب عوائل، فيا ريت يتم النظر بهذه المشاكل كليتها ان شاء الله. ان شاء الله بالتاكيد، اما اصحاب العقود المؤقته كما تعلمين بعد اقرار الموازنه ان شاء الله قريبا، نامل المجلس النواب ان يسارع في اقرار الموازنه حتى هنا تكون هناك حصه للسكك الحديد. وبصراحة ان السكك الحديد مقبلة ان شاء الله على استلام طائرات اكثر من 20 قطار او قاطرة من الصين، وبذلك نستطيع عن هذا المعمل ان نسهم في تطوير السكك الحديد، وان شاء الله نحن مقبلون على وضع جيد، وبالتالي لا ننسى مخصصاتهم. وكما تعلمين ان هناك قانون وزارة النقل، بالتأكيد نحن لا نستبعد القانون، هناك اذا كانت حقوق لهم او مخصصات خطورة حقيقة. والمؤسف ان هناك فقط في الخطوط الجوية والمطار مخصصات خطورة 500,000 دينار، اما سكك الحديد لا ادري ربما ليس هناك. طيب سيد كريم لو سمحت، لو نجي نسولف عن المطلب الثاني اللي هو الضمان الصحي للعمال الفنيين والموظفين كلهم، لو نجي نسترجع الحاله اللي صادفت او اللي صارت يوم 31 من الشهر السابق او الماضي، الشاب اللي انقطعت ايده، شلون تعاملتوا وياه وشنو اللي قدمتوا له انه حتى يكون عوض عن الايد اللي اليمنى اللي انفقدت؟ حقيقه كل الحقوق مضمونه، نعم. ولكن كما تعلمون لدينا الان خطوات اتجاه الضمان الاجتماعي، وهؤلاء يستحقون، لكن كما تعلمون نحتاج الى يعني تسهيل الضمان الاجتماعي ليس في وزاره النقل وانما في كل الوزارات، ونحن اي موظف يتعرض الى ضرر في داخل العمل او اثناء تأدية الواجب فاننا بالتاكيد لم نقصر معه، سنتابع امر هذا الاخ، وانا اعد قناه الشرقيه لاننا سنتواصل مع المعاناه، واشكركم من خلال برنامج اهل المدينه حتى نسمع ونصغي باهل المدينه، وان شاء الله انا قريبا هذه الايام سازور هذا المعمل حتى اطلع، واتمنى ان يرافقني مراسل من قبل قناه الشرقيه. شكرا جزيلا لانضمامك لنا، وان شاء الله نسمع الاخبار الجيده عن موظفي السكك الحديد. هسه نرجع الى مواضيع اهل المدينه، عندنا خبر مفرح جدا، شهدت مستشفى اليرموك ولاده 5 توائم، 3 ولد واثنين بنات. الأب والأم صار 5 سنوات ينتظرون طفل، فالحمد لله والشكر أنه رب العالمين يمكن استجاب إلى دعائهم وعوضهم صبرهم طيلة ال5 سنوات ورزقهم ب5 توائم. خلونا نروح نشوفهم. مشاهدينا الكرام، هذه أجمل تحية نوجهها لكم من خلال برنامج أهل المدينة، ونلتقيكم اليوم من بغداد، وتحديدا إحنا اليوم مستشفى اليرموك. مستشفى اليرموك شهدت حالة ولادة نقدر نقول مميزة، لأنه الولادة صارت ل5 توائم، يعني امرأة صار عندها 5 أطفال قبل يومين، نقولها الحمد لله على سلامتك وان شاء الله ربي صحه وسلامه وعافيه، والاطفال موجودين حاليا بالخدج لانه الولاده صارت بالشهر السابع يعني عمرهم 7 اشهر، والوالد موجود ويانا. خلونا نتعرف على الاطفال وعلى والد الاطفال بغرفه الخدج. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا، شلونك؟ حضرتك والد الاطفال؟ اي نعم، الحمد لله على سلامة زوجتك وبالخير ما جاي. الله يسلمكم. الله يسلمك. سولف لنا على حالة الولادة اللي صارت عندكم. والله هي صارت عندنا، صار عندنا حامل، احنا طبعا 5 سنين يلا صار عندنا اطفال. 5 سنوات يلا صار عندنا اطفال، وجينا هنا المستشفى. واحنا طبعا من خارج بغداد. من يا محافظة؟ من الانبار، من حديثة. حياك الله. ميت هذا.
خمس سنوات يلا صار عندك أطفال. نعم. يعني خمس سنوات وراها صار عندك خمس أطفال. نعم. طفل على سنة. الحمد لله. بالخير ما جاك وإن شاء الله يتربون بعزك. سولف لي البنات يعني الأطفال بنات ولد. ثلاث أولاد وبنات اثنين. زين ما حرتش بالأسماء شلون اختاريت الأسماء؟ والله هي هيك اجت اجت احمد ومختار ومصطفى الاولاد والبنات ديما ودانيا. احمد ومختار ومصطفى وديما ودانيا. نعم. طيب حضرتك عرفنا على نفسك ابو مصطفى نقدر نقول يعني حالتك شلونها شنو تشتغل انت؟ انا مدرس الحمد لله. مدرس شنو؟ مدرس فيزياء. ما شاء الله ان شاء الله يا ربي يعني تفرح باطفالك. وحابة أسألك هم أجوا بشهر السابع بالتاسع؟ هم أجوا بداية السابع يعني يوم أو يومين بالسابع. يقولون يجي بشهر السابع مستعجل يصير دائما. خمسة مستعجلين. إيه خمسة. تمام. هذه أول مرة يصير عندكم أطفال خمس سنوات. طيب إحنا بدنا نشوف الأطفال هسه. الأطفال اللي جوا بس ما يخليكم تطبون إذا ما تلبسون ال. نلبس نلبس ونفوت. هذه طبعاً يعني من 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 الأمور الجيدة اللي نفرح بها بالمستشفى إنه التعقيم اللي موجود داخل المستشفى نرتدي إحنا ملابس معينة خاصة بغرفة الخدج ونفوت نتعرف على الأطفال. مصطفى زوجتك شلونها هسه؟ والله بعدها شوي تعبانه. طبعا مشاهدينا بعد ما لبسنا احنا الملابس الخاصه بغرفه الخدج حفاظا على نظافه المكان طبعا خلونا نتعرف على الاطفال. بس بالبدايه نقول لك السلام عليكم دكتور شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. نورتنا اليوم بالشرقيه طبعا. يا اهلا وسهلا. دكتور ممكن بس تتفضل ويانا نشوف الاطفال ونسولف على حالتهم شوي يعني وياك. هذول الأطفال هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. احنا استلمنا يوم 10/1 2013 بصالة العمليات مستشفى اليرموك. استلمنا ولادة خمس أطفال، ثلاثة أولاد واثنين بنات. هم عملية شو اسمه أطفال أنابيب، وكانت حالتهم هم كلهم أعمار شهر السابع 28 أسبوع. كانت حالتهم كلش تعبانة ويعانون من عسر تنفس ولادي مع خداج شديد، بس الحمد لله والشكر بعد دخولهم الخدج والإشراف من قبل الأخصائيين والكادر التمريضي يعني تشافوا من عسر تنفس الولادي ويرقان الولادي. أبو مصطفى طبعاً إحنا كلش نشكرك وتعبناك ويانا اليوم، وإن شاء الله يا ربي أطفالك يتربون بأزك بخير والسلامة وتكون صحتهم يعني تكون صحتهم زينة إن شاء الله، وصحة الوالدة همين إحنا ما ننساها ونوجه لها تحية لأن ما شفناها للأسف. إن شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة. الله يسلمكم. أبو مصطفى كنا نسولف أنا وياك جوا تحكي لي أنت على الحاضنات مال الأطفال، ما أعرف عندك فد ملاحظة أنت حبيت. والله هاي الحاضنات هي لان ما موجوده بكل مستشفى يعني يعني خاصه مستشفى اليرموك هي موجوده شويه متطوره وحديثه يعني حبذا لو بكل مستشفى تتوفر يعني هذا. هي هذه الحاضنات ما موجوده بكل المستشفيات؟ ما انا ما اعرف، بس اكو فد اجهزه خاصه بالخدج ما موجوده بكل مستشفى يعني يمكن خاصه بها مستشفى اليرموك على حد علمي ما اعرف. طيب انت سؤال اخير يعني نسيت اسالك، انت كنت تعرف جايك خمس توائم؟ لا ما بين عندك بالسونار. بالسونار قالوا اثنين. اي وبعدين جينا لهنا صالة العملية طلعوا خمسة. ان شاء الله يا ربي صحة وسلامة. نشكرك جزيل الشكر واقول لك مرة ثانية ان شاء الله توصلون بالسلامة طبعا المحافظتكم ونورتونا ببغداد اكيد. بس انا حاب نقطة واحدة، احب اشكر اولا مستشفى اليرموك. نعم. إدارة وكادر وأشكر الأطباء خاصة دكتورة أسماء. نعم. ودكتور علاء الطبيب المقيم مع الخدج. نعم. إحنا نقول
لك نتركك بخير السلامه ويا اطفالك وجزيل الشكر لك. جزيل العفو. مشاهدينا هذا كان تقريرنا وياكم من بغداد برنامج اهل المدينه حاله ولاده 5 توائم مثل ما ذكرنا. نلتقيكم ان شاء الله من بغداد عن قريب. شكرا جزيلا. الحمد لله على سلامة أمهم ونبارك للأب والأم ولادة التوائم الخمسة وإن شاء الله يتربون بأسكم والله يعينكم على تربيتهم إن شاء الله. ألف مبروك لكم إن شاء الله يا رب يتربون بأسكم، وأهم شيء أنه هي الصحة والسلامة موجودة لكل الأطفال الخمسة الموجودين. ننتقل لموضوع آخر في جولة خاصة بمدينة أديالا مع حلمي حتى نتعرف على كيفية صناعة الجيمر وبعد راجعكم. اني يعني نقعد من الفجر نعطيهم اكلهم ياكلون وهذه وبعدين نحلبهم. يعني اول مرحله عندنا هي الاكل مالتهم خطير. اول مرحله, أول مرحلة الاكل وهذه يعني هو وعدهم مي بالحقل بس اكلهم برا حتى قاع لابسه وهذه. هاي اول مرحله عندنا توكليهم بعدين؟ اي اوكلهم اول مره وبعدين احلفهم. هذا من الصبح؟ الصبح اي من الصبح من الفجر. ام فلاح هسه نشوف ما شاء الله خير من الله. الحمد لله والشكر. كل مره يعني شلون يعني ايش قد يعني تسوين الصينيه؟ ايش كم سطل؟ والله سطلين. اللي ويتيها هاي بعد اخر شيء فورتيه قطيناه يعني يبقى للصبح. يبقى لازم للصبح. الى الصبح. يعني هسه على الغطاء يبقى للصبح. يبقى للصبح على الغطاء. وبعدين من الصبح تجي عليه شلون كامل جيمر؟ نلقاه كامل جيمر بس احنا نقصصه بالسكين. نعم. ونخلي له ثلج فوقه يعني يبقى حار هو للصبح. نعم. خليها تيج فوقها وبعدين طلعه. طبعا احنا جينا ثاني يوم صباحا وشفنا مثل ما تصور الكاميرا كاميرتنا يعني منظر الجيمر والصواني، واكو صينيه ايضا ما جبن انا هسه تفاجأت بيها لانه ام فلح احنا اللي متعودين بين او اللي نعرفه احنا سوينا هاليوم الجيمر. ام فلح صباح الخير. صباح النور. بس تعي يمي احنا هاليوم يعني نعرف سوينا الجيمر وجيناك الصباح حتى الجيمر كنتي جاهز. صحيح اي جاهز. تمام جاهز ما شاء الله يعني فشي مشهي وفشي حلو نظيف. هذا شنو الجبن؟ الجبن هذا يعني الحليب اللي يبقى جوا القمر. نعم. اي يعني هذا المفضل عند الناس. يعني هذا انت بدون ما تسوي هو القمر يزيد يطلع عليك بس لما يزيد الجبن اي الحليب يطلع القمر يطلع يعني طبقه فوق القمر القشوه نقول الطبقه الفوق اي فوق القشوه. نعم. تطلع. نعم. يعني وهذا يبقى الحليب الجوا ما شاء الله يعني يبقى عليك الجبن هو اي يبقى اسوي جبن هم فوق الناب واسوي جبن. ها ها. اي يعني انت بعد عده فد طريقه ثانيه يعني ويا تفوري لو يبقى لا افوره بس اخليه شوي دور. اي لان حتى يخثر اي خثره بدور. ها بس ابي خثره بسيطه تخليه اي بسيطه يعني شويه دور. يعني بس ما طول عندي هاي المرحله. لا ما تطول نص ساعه يعني يجمد ونجهزه جبن. اي نص ساعه فقط يعني ناخذ للمحلات حار بس القمر عندنا وقت كامل يوم كامل. اي القمر يتاخر. نعم. يعني الليل كله يبقى طعمه يكون حلو اكيد يعني حلو حلو اي حلو شكله حلو. نعم. حلو الدهن هم ما بيه يعني يكون قليل قليل دهنه. اي اي طبعا مثل ما شفتوا البركه مال الحليب ما شاء الله خير من الله. تصير عندهم فلاح جيمر وايضا جبن لتستغل الحليب طبعا بالجبن وبالجيمر. تقول احسن ما افرط بالحليب الباقي لانه تاخذ الطبقه القشوه الرئيسيه اللي هي فوق الجيمر وبعدين تسوي الحليب الباقي بعد ما تضيف له مثل ماده الدور هي هاي بعد نص ساعه ما يطول يصير مثل ما تشوفون جبن. بالعراق اكو اكلات اعتقد ما موجوده ببقيه الدول
مثل القيمر، وقبل فترة طلعنا أيضا تقرير عن خبز العروق. فمدننا مشهورة بصناعة القيمر، أغلب مدننا تقريبا، وهو الأكلة المفضلة عند أهل المدينة خاصة بوجبة الريوق. ألف عافية لكل أهل المدينة. هسه نروح إلى موضوع آخر، نتيجة الأمطار الشديدة اللي شهدتها الكثير من مدننا. طبعا هذه الأمطار سببت الكثير من الفيضانات، وأيضا سببت بالكثير من الخسائر، ونتيجة سوء الخدمات الموجودة في أغلب المناطق بكل مدننا، فالموضوع زاد الطين بلة. خلينا نروح إلى واحدة من مناطق بغداد، هي منطقة الفضالية، ونشوف شنو اللي صار بيها. مشاهدينا الكرام، هاي تحية طيبة نوجهها لكل من يشاهد برنامج أهل المدينة من خلال الشرقية. واليوم حبينا نلتقيكم من بغداد بعد مناشدة أهالي منطقة الحي المهني بتقاطع الفضالية، تحديدا محلة 753، اللي اشتكوا يعني وبشدة من سوء الخدمات. نبدي من هذه البحيرة. طبعا اللي شوفنا هنا يتخيل انه هذه بحيرة يعني او مسبح بالمنطقة، بس ما حد يتوقع انه هذه اثر المطرة الاولى والمطرة الثانية اللي اجت على بغداد. يعني هذه كلها من المطر، هذه كلها مياه مطر. هذه واحدة من عدة بحيرات صارت نتيجة المطر بمنطقة الحي المهني، إضافة إلى مخازن وزارة التجارة اللي هي خلفنا. من يصير عندهم فيضان من المطر يطلعون المضخة مال وزارة التجارة مال المخازن، ويذبون المي الزايد على العالم بهذه الجهة. فاشتكوا أهالي المنطقة وناشدونا ورادوا حل، لان هم مناشدين المجلس البلدي ومناشدين مجلس محافظه بغداد بدون نتيجه. فحبينا نجي اليوم ونسوي جوله بمنطقه الحي المهني بالفضاليه، خليكم ويانا. المنطقة تكاد تكون معدومة الخدمات من أي سنة؟ من 2000 ولي جاي، ولكن للأمانة أقول أكو سيارة صغيرة مال نفايات تمر يومية صباحا. كانت مبلطة هذه المنطقة؟ المنطقة كانت مبلطة وأرصفة بها، وكان ينقصها المجاري بس. حاليا كل شيء ينقص هذه المنطقة. عدد لي اياهن شنو هن؟ واحدة اثنين ثلاثة. شبكة مجاري ما موجودة. الأسلاك، أسلاك الكهرباء والمحولة، دنعاني معاناة مستمرة من موضوع انقطاع الكهرباء المستمر وبدون أي حل. ماذا يقولها حل؟ يجون يصلحون الوائرات يشدوها، وثاني يوم تنقطع، أول ربع ساعة تنقطع، ونبقى أسبوع كامل أو ثلاثة أيام. بس عدد لي اياهن. هسه أنت مجاري ماكو مجاري. الكهرباء شغلها غلط وتعانون منها. نعم. بالأمطار تسبب لكم حوادث؟ نعم. أضيفة تبليط ماكو. أي. الطامة الكبرى مشروعين اجن للمنطقة، إذا ممكن الأخ يصور هنا. أنا أكو مشروع الكابل الهاتف. أي. وشبكة انترنت حفرة كابل الضوئي. أي. نحفر الشارع وندفن دفن ندفن دفن عشوائي، والحفر عشوائي وانتهى. والمشروع الثاني تبديل شبكة الماء الصافي اللي احنا اصلا ما محتاجيها، يعني حاجتنا. المهم نفس الوضعيه، وهسه السيارات تغرز. زين ابو رنا، خاطبتوا جهات معنيه؟ ما خلينا مكان وعدنا. زين ذكرتيني، هذه انت سولف لي. اوف الاوراق انا اخذها منك. الجهات المعنيه شنو شارت؟ الجهات المعنيه بالنسبه للموضوع المجاري، عندنا موافقه قبل سنه على مد مجاري للمنطقه، وممكن اقرا لكم اخر فقره من لا تكرر عليها. اني حاخذ الكتاب من عندك. الرد مالتهم انه يعني ما سووا لكم اي رد. صار سنه كامله كل شيء جديد ما صار. مع العلم التخصيصات موجوده، وهذا رقم الكتاب راح انطيك اياه معامله كامله. هذا تقدم مجلس محافظه بغداد؟ لا، مديريه ماء ومجاري بغداد. زين
النجس النجس البلدي شنو دوره بالمنطقة؟ عندنا هذا كتاب قبل حوالي 12 يوم احنا يوم رئيس المجلس البلدي وزودنا بكتاب الى مدير عام بلدية بغداد الجديدة وانا وديته بنفسي المكتب المدير العام وما صار مجال ان اواجه المدير العام حقيقة. النقص في هذه المنطقة أنه تحتاج أولاً إلى مجاري، مع العلم أنه هذه المنطقة من المناطق القديمة والأحياء الجديدة اللي صارت من بعدنا هذا كلها تقدمت لها خدمات ما عدا هذه المنطقة، علماً أنه هذه المنطقة يسكنها مدرسين ومعلمين وإحنا خرجنا كثير من الأجيال منهم الطبيب ومنهم من المضابط ومنهم من المهندس. إضافة إلى المجاري شنو عندكم نقص؟ نحتاج إلى أنه شبكة الكهرباء، شبكة الكهرباء مو عملية، إنه يومين ثلاثة أيام هذه تنقطع وروحنا روحنا على دائرة الكهرباء، يجون دائرة الكهرباء الأسلاك السابقة كانت نحاسية يبدلوها بأسلاك ألمنيوم، وهذه الأسلاك اللي ما تتحمل طاقة كهربائية، بينما إنه كانت الأسلاك النحاسية تتحمل أكثر. حجة انه التبليط حجي التبليط انه هذا التبليط انعدم بسبب انه التبليط انه هذا بسبب ان سيارات الفضائية المنطقة الفضائية كانت اللوريات تمر هنا بكثرة وماكو من مانع. زين انا شفت الشارع هناك اللي يعبرون عليه الناس طابوقات كان هناك الان الحي شنو هذه الطابوقات اللي يعبرون عليه؟ بلوكين هسه المنطقتين البلوكين هذا البلوك واحد والبلوك اثنين منطقة عبر يخلون طابوقات يعبرون علينا حتى نلتقي واحد يواصل الثاني يوصل للثاني ياخذ خدمة مثلا يشتري حاجاته من المحلات هذا ونقدر نوصل للشارع. والله منطقتنا بالنسبة لنا حصل علينا الطلعة يعني حصل علينا بس انه بنطرون نظيف زين فلا تبليط لا مجاري زين يعني لما تمطر الدنيا نروح نفيض لا خدمات. ذاك اليوم اجوا جاي يسوون مال التليفونات حفروها وعنص قالوا المشروع غلط. كانت مبلطه هاي المنطقه زين اي كانت مبلطه قبل زين تبليط هم خربوه زين قالوا على اساس نجي نبلط لكم ونسوي لكم مجار وهاي وبس حكي زين لا تبليط لا مجاري زين شكو مشروع يسوونه يعفون عنص ويرحون زين. يوسف شفت الملاعب مالتكم غرقانه اني بالساحات؟ اي والله هاي الملاعب من الامطار زين مو طرد قالوا اي نجي نسوي هاي كذا كل شيء ماكو لا شغل لا يسوون لا بس حكي زين يجينا المسؤول بس حكي وانا واسوي كل شيء ماكو. هذا رجعنا بعد ما شفنا هذا التقرير اللي هو نقل معاناة أهالي المدينة في منطقة الأفضلية من بغداد. أكيد هذه المعاناة ما موجودة بس بالأفضلية في كل المناطق وفي كل المدن العراقية، وخلينا نشوف إيش وقت تنحل هذه الأزمة اللي هي سوء الخدمات. إذا خلي نذكر بمواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك من أهل المدينة، صفحة أهل المدينة على الفيسبوك وأيضا صفحتنا على التويتر، وأيضا نذكركم بصفحة قناة الشرقية على الفيسبوك اللي دا تشاهدوها، هذه هي صفحتنا الوحيدة والرسمية. أكو طبعا صفحات أخرى مقلدة لقناة الشرقية تحمل اسم قناة الشرقية، احنا ما مسؤولين عن ما يتم ما ينشر بها. عدد معجبي قناتنا الرسمية 99,062 اللي دا تشاهدوها. هذا كل ما عدنا اليوم واللي خص المدينة وأهلها. نشكر كل من تابعنا وإن شاء الله دائما نشوفكم على خير وسلامة. وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.